السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في قناه هشام شانيل. خوتي فيديو جديد، حلقه اليوم كما شفتوا الفيديوهات السابقه اللي كنا درنا واحد الاجزاء، الجزء الاول الجزء الثاني الجزء الثالث، طريقه ترويض القفص وفي البيت وداكشي. اليوم اخوتي جيت نقول لكم باللي غادي نبدل القفص ونوريكم الطريقه كيفاش تبدل الطائر من قفص لقفص بواحد الطريقه سهله، بما نشدو بيدينا ولا شي حاجه ونعذبوه. نشدوه بواحد الطريقه سهله، كنوريكم الطريقه كيفاش. بقاو معنا في هذا الفيديو اخوتي. الطائر خليته يتشمش شويه، ما كان واحد المده هو في البيت، ما كنتو تشوفوا وما كنش نطلعوا الشمس. مره بعض الاحيان ملي نطلع للسطح. اليوم اخوتي جالس مريح مع راسي، غنطلعو طلعت للسطح خليتو باش يتشمش، ودابا غادي نمشي نجيبو باش نوريكم اخوتي كيفاش غادي نحطو في القفص، ونحطو في هاد القفص هذا اللي غسلتو اخوتي ونضفتو، حيت لاخر توسخ شويه بالماكله وداك نتوما راكم عارفين. خفت يكون الطائر اللي يستقيمر ليا بشي مرض ولا نبقى عاد نداوي فيه وداكشي، نبدلو هنايا ونغسل القفص الاخر. ابقاو معايا اخوتي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نحط الطائر ديالي، وغادي نبدل الشرابيه وتشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر. بقاو معايا اخوتي واحد دقيقه تيجي الطائر ورجع. بيبو هو اخوتي الطائر، هو تيشرب. ماما بارك وزيد في ذلك. هانتوما خوتي كيما شفتو هذا هو الطائر، أنا نوريكم الطريقة. سير نتا ليه، سير سير، أنجيو أخوتي هانتوما الطائر ديالنا نخليوه في القفص ياك. خليكم واحد الدقة معايا، صعيب شوية نصور غير بيديا و غنحيدو ليه هادشي ديال الأكل ديالو، هادشي كامل يتحيد، ونحيدو ليه هاد العشي وقف ياك، ونجيبوهم نديروهم هنايا نحطوهم باش نوريكم أخوتي كيفاش. هانتوما خيوتي بقاو معايا، هانتوما خوتي القفص غيبقى محلول. غنحل هاد الباب هذا، هانتا شتي الباب غادي نحلو يتحل، ونحل الباب. هانتوما خوتي نكملو معاكم الفيديو. هانتوما خوتي الطريقة ما نشدو ما يشد هي ما والو، هانتا غنطلع هاد الباب غنطلعو بحال هكا. هانتوما شوف نبقى نجري عليه من هنا من لهيه عا بشوية حتى يدخل راسو. هانتوما خوتي بحال تلعب معاه، هانتوما شوفو هو غادي يمشي لراسو يدخل بلاش ما تبقى تشد الفرقة تعذبو وتشدو وتمرضو بيديك بلاش. هانتوما اسمحوا ليا هاد الباب تيهبط. سير 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 هو يدخل، يدخل راسو ان شاء الله. ها سير، انا هاد الباب تيهبط ليا عليها ما تيسيرصاش. كيفاش كيفاش نشد التليفون واخا تيعذبني ماشي مشكل. هانتوما
ويدخل اخوك الشي دخل بطريقه سهله، ما تعذبو ما يعذبك الشي، انتم شو كيما تشوفوا بعينيكم ما عذبتو ما شديتو ما والو، والباب مازال محلول، ها انتم شو الباب مازال محلول انسد لي هانت. واش الفرخه دخل ولا ما دخلش؟ دخل بطريقه سهله، علاش كي شو يبقى يشدو الفرخ تيمرضو يحبسو بيديه ويعرق مالك اخويا اش تمرض الفرخ؟ والطريقة سهلة وبسيطة، هي تحل القفز ويدخل، غير حاول كيفاش. انا قاع في السطح انا في الهواء الطلق، ما دير لا في بيت لا والو، ما انا في الهواء الطلق، انا في السطح. يلا علاش ندير انا المرض كامل؟ لا حول ولا قوة الا بالله. المهم اخوات كيما قلت لكم دابا نركب، فين يوقف الفرخ ديالي، نجيبو هنا ونوقفو هنا عاوتاني، ندير الشراب، فين ندير ليه الشرابية؟ الشرابية عاد درتها ليا نقية الحمد لله. نحل ليه هذا، صور اخوتي نصور بيدي باش نشد راسي باش نوصل لكم اخوتي الفكرة، ما تنساوش تدعمونا بلا لايك وسبسكرايب اخوتي. نصور لكم داكشي لايف، داكشي ما فيه لا قطاع لا والو، داكشي مباشرة اخوتي.